عيش ونعود إلى الألحان والطرب والمديح. وهذه المرة مع الأحباء الذين انطلقوا، وأشكرهم، أشكر هؤلاء الأبناء الذين حضروا معنا من حي مولاي إسماعيل وجلهم من البرج، وهو إلياس الزياني المنسق بالمجموعة، ثم صابر الكبوي وهو من دار القرآن ومجود، ثم يونس الوزني من الشجرة الوريفة وأبوه هو إمام بمسجد الأنوار بحي مولاي إسماعيل، محمد الشادي الوزني وينتسب للشجرة الوريفة لأهل وزن، وحتى هو أب ديالو تاع المسجد، وبابا حجي هو المنسق والمرشد لهذه المجموعة على أقل والأكثر مرشد، وأتمنى أن أنجح في مهمتي. وأقول للأحباء الذين يريدون أن يشاركوا عليهم أن يتفضلوا، ما يمكنناش دابا رأيت الواحد كيضرب في الدف أو كيضرب في التلفون كنقول له أجيك اسمع لك، يمكن أو لا يمكن. اللي يبغى لا يجعل الحي مولاي إسماعيل جمعية البراعم للموسيقى والمسرح والتنمية التعليم الأولي تقول لكم أهلا وسهلا، وراهم كيعرفون الإخوان اللي معنا في جمعية الكرم للبرج. وننتقل الآن إلى القطعة التي هي ما هي؟